الأعمال الدرامية التاريخية لها جمهورها ومحبينها ومشاهداتها عالية، وطبعا تنفيذها وتقديمها بحرفية بحاجة لمجهود كبير. وش أفضل من جائزة البرايم تايم إيمي أنها تقدر إنجازات صناع ونجوم المسلسلات التاريخية اللي دائما لها حصة من الجوائز والترشيحات؟ فوش هي أفضل المسلسلات التاريخية الحاصلة على جوائز في تاريخ الأميز؟ ف18 ترشيح انضافوا هذا العام لرصيد مسلسل The Crown، ليصبح بذلك محقق 87 ترشيح بأجزاء الستة، ومع جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد اللي حصدتها الممثلة إليزابيث ديبيكي هذا العام عن دور الأميرة ديانا، يكون هذا المسلسل حقق 24 جائزة ليصبح أكثر مسلسل تاريخي يحقق عدد جوائز إيمي طيلة سنوات هذا الحفل. وهذا المسلسل يحكي قصة الملكة إليزابيث من بدايتها كأميرة مع ولاية والدها الملك جورج حتى أيام الأميرة ديانا. بعده يجي مسلسل داونتاون إيبي اللي بدأ عرضه عام 2010 واستمر على مدى 5 أجزاء حتى عام 2015، وهذا العمل برصيده 15 جائزة إيمي من بعد ما حقق 69 ترشيح. وتدور أحداث هذا العمل بين عام 1912 و1926 ويركز على حياة عائلة كرالي الاستقراطية في قصر داونتاون إيبي، وتدخل الدراما مع البيوغرافي ضمن أحداث هذا المسلسل. و13 جائزة وضعوا مسلسل جون آدمز بالمرتبة الثالثة في هذه اللائحة بعد ما كان محقق 23 ترشيح، وبدأ عرض هذا المسلسل عام 2008 ووصلت تكلفة إنتاجه إلى 100 مليون دولار. وتدور أحداثه حول الحياة السياسية للرئيس الثاني للولايات المتحدة الأمريكية جون آدمز اللي استمر في ولايته من عام 1797 حتى عام 1801. وعام 1977 بدأ عرض مسلسل روتس القصير واللي امتد على جزئين، فجزء الأول كانت مدته 12 ساعة أما الثاني 14 ساعة. ويتكلم هذا المسلسل عن قصة كونتا كينتي، شاب بعمر 17 سنة استعبد في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر القصة لسبع أجيال لاحقة. وحقق هذا المسلسل 43 ترشيح لجوائز الإيمي، حصد منها 8 جوائز. وبكذا يكون تعادل مع مسلسل The Pacific اللي عرض عام 2010 واللي ركز على المعارك اللي خاضتها قوات مشاة البحرية الأمريكية ضمن حرب المحيط الهادي في الحرب العالمية الثانية. وهذا المسلسل يعتبر سيكول لمسلسل Band of Brothers اللي عرض عام 2001 واللي يتبعوا بقائمتنا اليوم من ناحية عدد الجوائز، فحصد هذا المسلسل 7 جوائز. وهذا العمل مؤلف من 10 حلقات وتدور أحداثه ضمن الإطار الزمني للحرب العالمية الثانية.